إذا المثال راح نكمل اليوم بالمثال الماجنتيك سيركت فيها إيرجاع. بس حتى نفهم الفكرة تبعتها لازم نفهم بشكل أساسي إيش اللي بيصير عندي الإيرجاع. لو كبرت أنا هاي الإيرجاع بشكل أكبر. هاي المنطقة بشكل أكبر من هو. الماجنتيك فلوكس ماشي بهذا الاتجاه. حتى تكتمل الدائرة لازم الماجنتيك فلوكس يمر عن الكور عن الجاب اللي موجودة هون. لكن الجاب اللي موجودة هون فيها هواء. فميو إلها يكون هو ميو نوت اللي هو 4 باي times 10 to the minus 7 Henry's per meter. طبعا هاي المادة هون البيرميبيليتي تبعتها اعلى بكثير راح تكون هي ميو في ميو نوت ميو ار في ميو نوت حسب ايش ميو ار لهاي المادة زي ما شفنا في بعض الاسئلة كانت 1000 2000 2500 حسب طبيعة المادة اللي موجودة هون. هلا راح يصير عند النقطة هاي إنه الماجنتيك فلكس ما راح يمشي بخط مستقيم راح يمشي راح يتوزع راح يصير في عندي افكت اسمه فرينجينج افكتس فرينجينج افكت او فرينج افكت. الفلكس راح يمشي لكن عند الاطراف راح ياخذ مساحه اكبر راح يمشي على شكل مساحه اكثر من هون. فالإفكتيف أريا راح يصير في عندي تو إفكتيف أريا راح يصير في عندي هون في إفكتيف أريا هذه هون A تبعت المادة المغناطيسية الفيرو ماجنتيك وهون راح يصير في عندي A مختلفة نقطة دائما نقطة بالأزرق بالأزرق هلا هي نفسها بس هون الهواء ما في شيء محدده فهو الماجنت راح يحاول يلاقي الماجنتيك فلكس راح يحاول يلاقي طرق عديده حتى يعبر من المنطقه هاي للمنطقه هذه فهون لما ماشي بالطبع راح الاقي انه هو عماله بيمشي الماجنتيك فلكس بيمشي بيقطع على مساحه اكبر شوي من المساحه اللي موجوده فوق نعم طب دكتور نفس التدفق اللي بيكون من فوق نفسه كميه التدفق نفسها كميه التدفق نفسها بس اللي راح يصير انه المساحه في منطقه معينه راح تكبر شوي اما هو التدفق نفسه صحيح 100% الفلكس اللي ماشي هون هو نفس الفلكس اللي ماشي هون هو نفس الفلكس اللي ماشي هون بس الاريا وبهمني ليش بهمني الاريا لاني شو بدي احسب بعدين الريلاكتنس لما باجي بحسب الريلاكتنس فهذه هون عندي هاي اي داش هذه اي للهواء وهذه اي للماده الفيروماجنتيك اللي موجوده فوق اذا عند هاي بنسميها فرنج افكت الفرنج افكت ما راح تلتزم بالمنطقه اللي محصوره هون في بالخارج راح يكون في عندي فرنج افكتس راح تمشي او تاخذ مساحه اكبر شوي من المساحه الاصليه اللي موجوده هاي الماده. اذا حتى نحل هذا السؤال خليني هلا انهي هاي هون